احنا ديما نقولوا اللي راهو ظاهره الاعتداءات او معناها الرشوه او معناها محاوله ابتزاز للليبيين ولا غيره من الاجانب المتوافدين على الدوله التونسيه، ديما الدوله التونسيه خاصه وزاره الداخليه بالمرصاد لهذه التجاوزات. واحنا نعرفوا اللي كونوا هذيا ان كانت تجاوزات هي تجاوزات فرديه من قبل عدد من الاعوان، ما هيش معناها عمليه ممنهجه من قبل سلطه الاشراف، بالعكس احنا ديما معناها ضد التجاوزات هذيا. وانا ناكد اللي كونوا الوزاره الوحيده في الدوله التونسيه اللي تقعد كل نهار خميس مديرينها العامين نتاعها بالاطارات بالنقابات نتاعها تتواجد لمحاسبه هالتجاوزات هذيا، ان كان تجاوزات على اشقائنا الليبيين او تجاوزات حتى في الامن العام ولا غيره. ويقع معناها في اذا كان ثبت هذا من قلت لك ابتزاز ولا غيره على ليبيين، فانهم ناخذوا اجراء على مستوى وزاره الداخليه في ايقاف على العمل ولا عقوبه اخرى، في انتظار زاد كيف كيف الملف يتحال على العداله لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه من قبل النيابه العموميه ضد المتجاوزين.